توقف للمسار السياسي وانطلاق عملية عسكرية مفاجئة في الحديدة. هكذا أصبح المشهد بعد تعطل تحركات الأمم المتحدة ومبعوثها في إعادة مسار السلام. وهكذا تطورت الأحداث بعد رفض الحوثيين المشاركة في مشاورات جنيف. أهمية استراتيجية تمثلها معركة الحديدة، كونها أحد أبرز معاقل ميليشيا الحوثي بعد العاصمة صنعاء، وكونها تسيطر على ميناء الحديدة الذي يعد الشريان الوحيد الرابط للحوثيين بالعالم الخارجي، وهي أسباب دفعت التحالف وتحديدا دولة الإمارات إلى التحرك من أجل السيطرة على الشريط الساحلي والميناء منذ أشهر. مقاتلات وبارجات التحالف شنت سلسلة غارات وضربات على مواقع وأهداف مفترضة للحوثيين في كيلو 16 والدريهمي ومواقع أخرى متفرقة في الحديدة، لكنها بحسب مصادر محلية فقد أدت إلى استشهاد 17 صيادا في مديرية الخوخة جنوب المحافظة. وكالة الأنباء الإماراتية نقلت عن قائد قوات التحالف في الساحل الغربي قوله إن التحالف بدأ عملية عسكرية واسعة من عدة محاور بعد قطع خطوط إمداد الميليشيا بين صنعاء والحديدة، فيما تظل تساؤلات قائمة عن عدم إصدار أي تعليق من الحكومة اليمنية على القرار الإماراتي للمعركة الذي تزامن مع زيارة المبعوث الأممي إلى صنعاء. الحكومة الإماراتية وفي رسالة إلى مجلس الأمن قبل أسابيع من إعلان العملية الميدانية شددت على أن الإجراءات العسكرية يجب أن تكون آخر الخيارات، إلا أن تحرير محافظة الحديدة أصبح أمرا ضروريا لعودة المسار السياسي، لكن الرسالة في المقابل أثارت جدلا وسخطا كبيرين نتيجة لتجاوز قيادة أبو ظبي للحكومة الشرعية، خاصة بعد تقويض قرارات الحكومة وإنشاء قوى موازية للجيش والسيطرة على الموانئ والمطارات اليمنية. تتزايد أهمية معركة الحديدة يوما بعد آخر أمام مخاوف وضغوط أممية كثيرة، وبين كل هذا تظل الحديدة عنوانا بارزا لمأساة الحرب والصراع وانهيار مظاهر الحياة.